برحب بحضراتكم مع الوزير وبرحب بضيوفنا الكرام. شرف لينا كبير ان احنا نشارك في الحمله دي. مستشفى المنيره من 1936 اخر 4 سنين المستشفى انهكت بشده جدا. احنا بنستقبل 2000 مريض يوميا في العياده الخارجيه، 800 مريض في الطوارئ. حصل اجهاد كبير جدا للمستشفى. معالي الوزير حط خطه لتطويرها وهتشوفوا حاجات جديده فيها النهارده بتفتتح. الحاجات اللي اشتغلنا عليها في الحمله، احنا زرعنا في الناس ثقافه، احنا مش عاملين عشان الزياره. معالي الوزير احنا عاملين وهنبقى كده على طول ان شاء الله. ان شاء الله المستشفى هتنيه بنفس المستوى، المره الجايه هيكون احسن، المره اللي بعديها احسن، لان ده احنا امبارح واول لا تتخيلوا كم الدعوات اللي حضراتكم جميعا خدوها. واحنا قلنا للمرضى، المرضى كانوا بيفرشوا معانا، كانوا بيوضبوا معانا، شاركونا هم والمرافقين بتوعهم، وعندنا الصور بتاع الحاجات دي هنوريها لحضراتكم. حاجه جميله جدا النهارده واحنا بنعمل شخصيه مصر الجديده والشخصيه الصحيه بتاعتنا الجميله اللي بتتعمل بالاسلوب دوت. فانا بشكر حضراتكم، انتوا اصحاب الفكره وانتوا اصحاب الفضل، واحنا مجرد بس نفذنا. وبنوعد حضراتكم ان شاء الله مستشفى المنيره كنموذج هتبقى كده على طول ان شاء الله ان شاء الله. واهلا بيكم. انا بسمعه وبشوفه دلوقتي سعيده بالمجهود الجامد اللي بيتعمل. انا بفرح لاي حاجه حلوه بتتعمل للبلد وللشعب المصري. نظافه المستشفيات كانت مهمه جدا، وكان يمكن من انا اتكلمت مع دكتوره ريهام نيازي قبل كده زمان لو تفتكر، ان انا كنت زعلانه قوي ما بلاقي مستشفى مش نظيفه او اخش الاقي الناس مش واخده الخدمه الكامله ليهم. وانا كنت ماسكه اللجنه الصحيه في نقابه المهنه التمثيليه فتره، وكنت بعاني من بعض الحاجات. وحقيقه يمكن وجود الدكتوره ريهام نيازي معايا كانت بتساعدني وبتسهل الامور بتاعه المرضى كلها. أنا سعيدة جدا بأن أنا شفته بالنظافة، والنظافة من الإيمان. فأهم حاجة تكون مستشفيات نظيفة تقابل الناس، ويكون العلاج على مستوى كويس، وسلوكيات الناس في التعامل كويسة، ويكون التمريض وكله بيتعامل مع المرضى بطريقة مشرفة، وبطريقة إن هو أصلا المريض رايح نفسيا تعبان، فلما يلاقي الدكاترة والممرضين بيتعاملوا معاه بمستوى كويس او بيخففوا الامه، فدي بتبقى حاجه كويسه جدا. انا بشكر الدكتور عادل العدوي على هو عامله المجهود الكبير اللي هو عامله حقيقه. مش هطول في الكلام قوي، وبشكر الدكتوره ريهام انها جابتني اتفرج وافرح باللي بيحصل. شكرا. شكرا يا استاذ. شكرين قوي. اتفضل. بسم الله خالق محب جميع البشر، معالي وزير دكتور عادل، جميع الحضور، مش هسبر الأسماء لأن الحضور كله مشرف جدا، وخاصة فنان محمد صبحي، فنان العنبر، الشيخ خالد الجندي. شكرا دكتورة ريهام. الوقاية خير من العلاج، ولو المشروع اللي حضراتكم بتقوموا بيه ده هيكون أكبر رسالة بالفعل، هتقضي على أمراض كثيرة جدا في مصر. وأنا أعتبر اهتمام بالمستشفيات، خاصة المستشفيات الفقراء اللي بيسموها مستشفيات حكومة، بيسموها مستشفيات عامة، لو إحنا اهتمينا بها قوي هتخلي الفقراء في جميع أحياء مصر هيحبوا البلد أكتر. لأن من ضمن أسباب الإرهاب أو اللي إحنا بنشوف العنف هو كتير من الفقراء بيشعروا أنهم مهمشين ومهملين، وخاصة المستشفيات لو احنا اهتمينا بيهم، لان اكتر حاجة بتكلف اي انسان وحتى الغني بيخليه فقير هي الصحة. نطلب بالفعل من ربنا ان يبارك كل خدمات اي شخص بيهتم بهذا. واتمنى كل مستشفيات مصر يتزرع فيها كتير جدا قد ما نقدر من الخضرة اشجار، لان ده اكتر علاج للمستشفيات. ومش هطول عليكم، بشكر الجميع وبشكر ربنا ان احنا مع بعض من اجل خير مصر، واحنا تحت امركم في اي رساله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. معالي الوزير المحترم، الساده الحضور الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا. بدايه انا احمد الله سبحانه وتعالى، انا في المكان اللي انا ولدت وربيت فيه، يعني مستشفى المنيره هي كانت المستشفى الراعي الرسمي لاهالي منطقتي، منطقه السيده زينب، اللي انا افتخر واعتز وما زلت وبيتي ما زال موجود فيها بكل فخر واعتزاز. هذا المكان احنا كنا شايفينه قصر من القصور، قصر من القصور. انا عاوز اقول لكم معلومه، كان اسمها مستشفى الملك
دي كان اسمها مستشفى الملك. احنا كنا شايفين هذه المستشفى وكانت وسترجع بإذن الله قصر من القصور الملكية المحترمة في الحي اللي كنا بننظر لها نظرة إكبار وإجلال، أفضلها علينا لا تعد ولا تحصى. نقدر نقول هذه المدرسة، هذه المستشفى المباركة كانت الحقيقة هي الراعي الرسمي لكل حالة صحية في الحي. أخرجت كل الأجيال اللي انتوا شايفينهم من عظماء ومن الفنانين ومن أدباء ومن مثقفين ومن سياسيين ومن هذه المستشفى الحقيقة في الفترة الأخيرة بقى الإجهاد عليها أكثر من اللازم، وزي ما سمعنا من السيد مدير المستشفى المحترم فعلا الإجهاد عليها والكثافة السكانية والضغط مع تدهور حقيقي شهدته أجهزة الدولة في فترة من الفترات أدت إلى يعني النتائج التي وصلنا لها. أنا شايف أن كل دوت ممكن علاجه على شقين متوازيين. الشق الأول هو التوعية، والتوعية الحقيقية، التوعية الحقيقية للمواطن، والتوعية الحقيقية للطبيب، والتوعية الحقيقية للعامل، والتوعية الحقيقية للمسؤول، والتوعية الحقيقية لعلماء الأمة من مسلمين ومسيحيين لغرس مفاهيم النظافة مرة ثانية. بالمناسبة أنا دايما بسمع، وكلنا بنحترم جدا هذا الشعار الجميل، النظافة من الإيمان. أنا بس عاوز ألفت نظركم لحاجة لطيفة جدا، هذا ليس بحديث، لا يوجد حديث اسمه النظافة من الإيمان. وصحة الموضوع الحقيقة إن النظافة مش من الإيمان، لا، النظافة هي الإيمان. تعالوا نصحح المعلومة ونقول فعلا كلنا النظافة هي الإيمان. الحقيقة لو ما فيش نظافة كل شيء حينتهي. أنا بس عاوز أقول لكم على معلومة يعني مهمة جدا. كان هناك نبي اسمه نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام كان ممكن جدا جدا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يبعث له سفينة سابقة التجهيز. كان ممكن قوي يا جماعة الملائكة تيجي تاخد نوح والمؤمنين اللي معاه ويحطهم في حتة ناشفة ما فيهاش مطر. كان ممكن جدا يا جماعة ربنا يؤمر نوح واللي معاه يهجروا ويمشوا من المكان اللي حيغرق قبلها بعدة شهور أو عدة سنين. إنما كل الكلام ده ما حصلش، وربنا أمر نوح بصناعة سفينة. طب يا ترى مين اللي صنع السفينة؟ هو نوح، هو اللي معاه. لو نوح ما صنعش السفينة كان النتيجة كان غرق هو اللي معاه. أسباب الله لا تتخلف عن أحد، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيترك مسألة الحفاظ على الشيء وإتقان الشيء وتجويد الشيء متروكة ليك أنت، يا إما تعملها يا إما هتغرق. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أنه يطعم أمنا وستنا مريم عليها السلام ما جاب لهاش قطف البلح وهي قاعدة في مكانها، عنقود البلح نزل لها، ولا جبريل كان واقف كان ممكن عليه السلام يناولها أي تمر، إنما لا، وهز إليك بجذع النخلة. فإن ما كناش حنصنع صفينتنا بنفسينا، إن ما كناش حنهز إلينا بجذع النخلة، إن ما كناش حنحافظ على ممتلكاتنا وحنرجع تاني حضارتنا، حضارة النظافة والإيمان والدين والأخذ بالأسباب والاجتهاد، ما كناش مش حنعمل أي حاجة. ختاما أحكي لكم حكاية كده في 5 ثواني. نبي اسمه سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان كما تعلمون كان بيعلم لغة الطير. سيدنا سليمان عدى على شجرة كده عليها 4 بلابل. عارفين البلابل؟ البلابل قاعدة بتغرد كده على الشجرة. فسيدنا سليمان عدى على البلابل كده وسمعهم هم بيغردوا وبيصوصوا مع بعض وابتسم. قال لأصحابه عارفين البلابل دي بتقول ايه؟ قال له دي شغلتك يعني، قول لنا ما نعرفش. قال لهم البلبل الأولاني ويصوصوا كده ويقول ايه؟ يا ليت الناس ما خلقوا. الظاهر كم التلوث عنده كان عالي شوي. يا ليت الناس ما خلقوا. يوم البلبل الثاني يرد عليه يقول له ايه؟ يقول ويا ليتهم عندما خلقوا علموا لما خلقوا. يوم البلبل الثالث يرد عليه ويقول له ايه؟ ويا ليتهم عندما علموا عملوا بما علموا. ويرد البلبل الرابع يرد ويقول ويا ليتهم عندما عملوا اخلصوا بما عملوا. يا رب نخلص كلنا في العمل ويقدركم على فعل الخير. شكرا كذا. معالي الوزير في أول لقاء معاه عندما تولى المنصب كان واعيا للمشكلة الحقيقية.
لا يمكن هتكلم على طب جيد علشان اصل التواصل الاجتماعي ابتدى اول ما سمعوا حكايه ايه مستشفيات نظيفه او طب بس يجيبوا دكاتره كويسين الاول. فازاي هيبقى في طبيب بيمارس مهنته كويس ومستشفى هقول اللفظ بالظبط قذره بمعنى الكلمه والمحيط بتاع المستشفى كمان قذره. على فكره الشعب الصهيوني ولا الاسرائيلي الحقيقه ما جاش هنا ما لماش القمامه ما وسخهاش. اللي احنا بنتكلم عليه سلوكنا احنا سلوكنا. يمكن انا فاكر معالي الوزير لما عمل زيارات اول ما تولى المنصب لا ناس قاعده بتاكل وجايبه خلاص حلل طبيخ. هو يستطيع يعمل كده لانه هو شايف المنظومه كلها مش مظبوطه. ولكن عندما يدخل بيتك ويجد النظافه والطهاره والرائحة الزكية هو هيتكسف يعمل أي سلوك مش مظبوط. احنا بنشوف ونسافر برا انت ما تقدر انت داخل أي مستشفى كأنك داخل الفنية العسكرية أو داخل محطة نووية ممنوع 100,000 حاجة ممنوع منها يعني. أنا عايز أقول أن الحقيقة مبادرة مستشفيات نظيفة احنا قلنا احنا محتاجين نساعد هذا الوزير لأنه فعلا مؤمن بده. دولة مش هتقدر تبني مستشفيات النهاردة ولو خدت قرار عشان تبني مستشفى النهاردة هتاخد لها 3 سنين 4 سنين 5 سنين عشان تعمل مستشفى. احنا مش في الرفاهية دي في الوقت. احنا محتاجين بس فعلا ننظف الاول المستشفيات. وانا اقول الوزير سبق الخطوة. يمكن احنا ما عملناش مؤتمر صحفي علشان نقول المبادرة هتبدأ وهو يعني ايه مش ضحك علينا يعني بدأ هو بسرعة شديدة جداً. والحقيقة الإنجازات اللي حصلت ده إيه؟ كانت مسار تريقة وسخرية من ناس كتير على المنظومة الصحية. هو شد قوي كنا مستنيين بس يقول لنا يلا علشان نكمل المبادرة. إحنا جاهزين لتكملة المبادرة. عايز أقول إن أنا بشكر تاني الدكتورة سعاد لأن هي الحقيقة لمجرد المكالمة في التليفون تاني يوم كان بيساعد مستشفى المنيرة ولسه هتقدم مساعدات تانية. عايز اقول بعد اذن معالي الوزير اشتغل في القاهره واشتغل في الجيزه واشتغل كده. بشكر طبعا سياده المحافظ لان المحافظه محافظه القاهره او محافظه القاهره او محافظه الجيزه او اي محافظ عليه عبء شديد جدا علشان نستطيع تجديد المستشفيات في اشغالات حوالين المستشفيات لا يصح. ده المكان الوحيد اللي لا يصح يبقى فيه الباع المتجولين وحاجات مش عايز اذكرها ايه اللي بيتباع حوالين المستشفى. احنا محتاجين ازاله التعديات على المستشفيات علشان نتمكن من اعاده تجديدها. انا بطالب المجتمع المدني وانا اوله فعلا نهتم بمستشفيات القرى لان مستشفيات القرى هتمنع الهجره من القرى للقاهره او للمحافظات الكبيره. والله لو اتعملت مستشفيات صغيره صحيح مش كذا 100 سرير وكده لا لو 40 سرير او 30 سرير بس مستشفى جيده واطباء جيدين فعلا هتمنع الهجره. انا اتمنى دراسه من وزاره الصحه ايه الامراض اللي في المحافظات حتى النائيه والبعيده ايه التخصصات اللي ممكن نعملها ايه غرف العمليات اللي ممكن نعملها. والخيرين كتير ومستنيين إشارة وإحنا كلنا مستنيين إشارة. إحنا نفسنا فعلا نشوف الصورة الجميلة يعني كان لازم نشوف الصورة القبيحة دي. وأنا بطالب وزارة الصحة بإن الفضائيات كلها تزيع للمواطن يشوف شكل المستشفى كان إيه وبقى إيه. عشان بصراحة أنا بحمل الوزير مسؤولية المحاسبة العسيرة أنا أسف دكتور محمد شوقي لمدير أي مستشفى ليضرب بيد المنحة. ما ينفعش خلاص ما ينفعش نتعب ما ينفعش الناس كلها تتعب علشان تنظف المكان ده وحد يجي يوسخه مش مسموح. يعني بصراحة أنا بقول إن الكرامة الإنسانية اللي بنطلبها ده جزء من الكرامة الإنسانية. ما توسخش بيتك ما توسخش المكان اللي الناس بتعالج فيه. وأنا بقول تكوين لجنة سواء بالمشاركة مع وزارة الصحة مع المجتمع المدني لازم إن شاء الله زيارة كل شهر. بصراحة احنا محتاجين نطمن على الحاجه اللي بتوصل المستشفى. عايزين نطمن الحاجه دي بقت كويسه هتفضل كويسه يعني. اما بالنسبه للريف احنا عايزين جدول بس ايه المحافظات ايه القرى اللي محتاجه دعم. احنا محتاج يعني نقدر نستطيع على الاقل المجتمع المدني مش هبالغ
لو وزارة الصحة عملت 10 مستشفيات احنا هنعمل 20 مستشفى، وفي كتير هيساعدونا. وزي ما قال الشيخ خالد الجندي، انا كمان من مواليد السيدة زينب، شارع مراسيلة من ورا المقام. نفسي كل فنان، كل راجل متيسر يروح للحي بتاعه اللي اتولد فيه وفعلا يوضب المستشفى بتاعته او يتبرع على الاقل لتجديد المستشفى دي. اشكركم جدا. اهلا بكم. وملحوظه محمد بيه بالنسبه للنظافه وبالنسبه للحاجات دي، ان شاء الله هنا في المستشفى تمام، يعني كل المرافق وكل الحاجات دي احنا ما تاخرناش فيها، وان شاء الله هتبقى الامور افضل كتير ان شاء الله. يعني انا مع حضرتك بالنسبه لنظره موضوعيه واكبر شموليه في المستشفيات الارياف المدن. احنا بنبقى في اهتمام كبير بيها، لكن بالنسبة للأرياف بتبقى محتاجة رعاية أكتر، يعني تمنع حاجات كتير. يعني اللي أنا شايفه حقيقي دي بداية كويسة جدا، يعني كانت مش متوفرة في السنوات الماضية. معالي السيد الوزير المبادرة بتاعته ديت فعلا تستحق كل الوزارات تحذوها، ولأن فعلا بداية زي ما محمد بيه برضو بيقول، يعني عملها في صمت، مفيش فيها دعاية، مفيش فيها شو إعلامي. الراجل بيشتغل في صمت، في بهدوء، إنجازاته بتتكلم. حقيقي اللي احنا شفناه دلوقتي حاجة مفخرة جدا. لو بصينا للمستشفيات في الفترات اللي فاتت بنلاقي في تدهور كامل في كل المرافق، في كل الحاجات الصحية اللي فيها، في الدهنات، في الاستقبال، في الحاجات دي كلها. يعني إن شاء الله في الفترة اللي احنا فيها دي في عهد معالي الوزير إن شاء الله تشهد نهضة كبيرة في العمل الصحي إن شاء الله. أنا معلش بتكلم بارتجال لأن فوجئت بالحديث، فمعلش معذرة، ويمكن مش متعود برضو المواجهة يعني، فأرجو معذرة في إذا كانت في. في البداية أنا بتقدم بخالص الشكر للسادة الضيوف اللي شرفوني وشرفوا الجامعة اللي موجود في المستشفى، أستاذ محمد صبحي ثانوي القدير، أستاذ نهال عنبر الصديق، والأخ العزيز الشيخ خالد الجندي الأب بطرس، كل السادة اللي هم شاركوا معنا في هذه المنظومة. وأنا أحكي لكم حكاية بسيطة جدا. لما جينا في حكومة المنصورية محلب في شهر مارس 2014، كان على بالي أن شغلات الصحة دي شغلانة مش سهلة بالمرة، وإرضاء الناس شيء صعب جدا، والمحاولة في المستحيل قد يعني يؤثر على كيان أي بني آدم وعلى تاريخ أي بني آدم. إذا كان الواحد تعب في حياته وأنجز إنجازات في مجال تخصص وخلاف، ممكن ده يطرح كتير. ولكن اللي عايز أقول لحضراتكم عليه، قبول التحدي في حد ذاته شيء مهم جدا. قبول التحدي والثقة في الله والثقة في شعب مصر والثقة في الثروات الحقيقية اللي موجودة في مصر اللي هي البشر. أغلى حاجة في مصر هم أهل مصر. أنا بكلمكم بأمان. قد إيه الشعب المصري شعب عظيم، قد إيه مليان ثمرات ومليان أشجار، وقد إيه مليان خير، وقد إيه مليان فعلا قلبه مليء بحب الخير، وقد إيه لما بنقول فكرة بسيطة بنلاقي كتير بيشجعوه.
لما انا راجل طبيب واستاذ في مهنتي وانا بتكلم وانا مسؤول عن الصحه اقول عايز اعمل مبادره لمستشفيات نظيفه، ده معناه ايه؟ ان المسؤول الاول عن الصحه بيعترف ان مستشفياته غير نظيفه. فاول طرق الحل واول طرق العلاج هو الاعتراف بالعله والاعتراف بالمرض والاعتراف بالحقيقه ومواجهه نفسنا بالحقيقه. ما فيش راسي في الرمضه، لازم اعترف ولازم احلل الاسباب واشوف ده جاي من ايه. اللي يدرس تاريخ مصر ويرجع، احنا علمنا شعوب العالم كلها يعني ايه نظافه، احنا علمنا شعوب العالم كلها يعني ايه طب، علمنا شعوب العالم كله يعني ايه حضاره. طب ايه اللي وصلنا لكده؟ اللي وصلنا لكده اكيد اسباب. وهل لو عملنا على علاج هذه الاسباب هنقدر نرجع؟ ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيقدر لهذا الشعب ان هو يسترد مكانته ويسترد قيمته ويسترجع تاريخه ويسترجع حضارته. يبقى اولى الحل او اولى خطوات الحل ان نعترف بالعله. ازاي بنتكلم عن شعارات ونقول جوده ومكافحه العدوى؟ اول خطوه لمكافحه العدوى هي النظافه. النظافه اللي جايه من سلوكيات الشعب المصري، محتاج يغير سلوكيات. لابد ان نعترف بهذا، ومسؤوليه كل من لا يعلم ان ينبه من لا يعلم. مسؤولين اللي عايز اقول لحضراتكم باختصار شديد هي خطوه على طريق، وهذه الخطوة سيتبعها خطوات، ولكن لابد أن نشترك جميعا، لابد أن نرضى بالنظام. مش لازم اللي أنا اللي عايزه في ساعتها أعمله بدون حساب اللي جنبي وبدون حساب هيؤثر على إيه. مستشفياتنا بإذن الله تعالى وبتكاتفنا جميعا والنظم العلاجية عندنا هتشهد طفرة. احنا مصرين على هذا وعازمين على هذا، وعندنا ثقة كبيرة في شعب مصر، وعندنا ثقة كبيرة في إمكانياتنا، وقبل كل ده وده عندنا ثقة كبيرة في المولى عز وجل. الحملة دي مستمرة وهتمتد إلى محافظات مصر كلها، وهنشوف ثمارها بمجهودكم وبتكاتفكم وبإصراركم بإذن الله تعالى، وهتنتقل هذه السلوكيات إلى بقية السلوكيات في المجتمع المصري بإذن الله. بشكركم وربنا يوفقكم جميعا.